السلام عليكم متتبعي متتبعات يوميات ميكانيكي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نديروا الاسي او ديال الديزيكو ديال الطبلو دبور. نعم ولدي كيفاش تشوفوا غادي نحاولوا نسيو بلا دياغنوستيك بلا والو كيف ما كتشوفوا دابا غنحاولوا نطوع على هاد البوطونه هادي ونديروا الكونتاكت. نعاودو نحيدو نديرو كونتاك هانتوما كيف ما كتشوفو كيبقى مركن على هاد البوطونة. صافي كنعرفو المشكل راه ما عندناش في الطابلو كنشوفو يا اما مهم ليكويات بحال ديال المازوط ولا هذا كتشوفه لا جوج واش خدامه ولا لا. ما هاد بالنسبه للطابلو دبور مزيان. صافي كنحيدو يدينا على البوطونه كنخليوه غير يبقى يدور شويه ويرسى اولا كنحيدو الكونتاك وكيزقى. كادي طريقه سهله باش نسيو لي زيكو ديالنا. وإلى فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.